مساء الخير والجمال على كل متابعين قناة الصحة والجمال اللي بيتابعونا النهاردة وحلقتنا مميزة، وهيكون معانا ضيف غير عادي، ضيف بيشد العربيات بسنينه وبيشد عربيتين بصابع واحد بإيديه. هيكون معانا ابن المنوفية الكابتن محمود شهاب. أهلا وسهلا يا محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزينك تتكلم عن ابتديت ازاي، ايه اللي حفزك، ايه اللي خلاك تشد عربيات؟ المنوفيه كلها مقلوبه على شد العربيات بسنانك وبصبعين اتنين والكلام ده. انا حضرتك ابتديت الموضوع ده من 2018. كنت قاعد انا وزمايلي كده عندنا في الشارع عندنا، فقالوا لي انت مش انت بتروح جيم وكده؟ فقلت لهم ايوه. قالوا لي طب ممكن ما تجرب تشيل العربيه دي كده. فجربت شلت العربيه، كانت عربيه صغيره اللي هي سوزوكي دي، فجربت شلتها فاتشالت معايا، جت معايا. فبعدها بدات اطور نفسي، بدات اشيل عربيات اتقل، بدات ان انا يعني احاول اطور من نفسي عشان يعني بس عشان ايه، عشان ان انا اوصل، فاهماني؟ يعني لقيت حضرتك في اشخاص كتيره لقيتهم في الموضوع ده اتشهروا، بيشدوا العربيات وبيشيلوا العربيات، بيشدوا العربيات بس محدش بيشيل عربيات. انا قلت انا عايز يعني ايه اعمل حاجه فريده من نوعها، فبدات ان انا اشيل عربيات بس. بعد كده بدات ان انا اشد عربيات بصابع برضه، ابتديت بعربيات خفيفه ثم عربيات اتقل ثم اتقل. انت فاتح الجيم في الباجور صح؟ انا كابتن جيم في الباجور عندنا. طيب دوت مش مؤثر؟ انا عرفت ان انت في كليه تجاره، تمام. فرقه رابعه مني او فرقه ثالثه؟ فرقه ثالثه، داخل فرقه رابعه. ان شاء الله. طب ده مش مؤثر على الدراسه؟ لا انا حضرتك منظم وقتي ما بين التمرين وما بين الفيديوهات بتاعتي بتاع العربيات او ايا كان وما بين الدراسه. طيب في الجيم هناك عندكم هناك في حد مثلا بيجي يقول لك المكملات الغذائيه، البروتينات والحاجات زي كده؟ ايوه. ديت لها حاجات في الجيم؟ هي طبعا بتلعب دور كبير في بناء العضلات وكده. لما شخص يكون اللي هو يمشي طبيعي وبنظام اكل وبمكملات احسن ما ياخد هرمونات والكلام التاني. يعني لما حد بيجي يسالني او بتاع انا انصحه بمكملات بس ما انصحوش بهرمونات، انصحه بمكملات طبيعيه زي البروتين زي الكرياتين، مكملات بتساعد في ضخامه العضله في بس، الضخام يعني الحاجات ديت بس بتساعد بس في ضخامه العضلات بس، ضخامه العضلات وتزيد القوه. طيب مين اللي حفزك اللي انت، مين كان القوه المثاليه بتاعتك اللي خلاك وصلت للي انت فيه؟ والله حضرتك هو اللي انا شفته بيشد عربيات من فتره الكابتن اشرف كابونجا، ودخل موسوعه جينيس في الموضوع ده. فانا عملت حاجات يعني مش عايز اقول تخطيته للكابتن اشرف على راسي من فوق، برضو عملت حاجات زياده عن الكابتن اشرف. يعني انا شلت عربيات وحاولت ان انا اشد عربيه ثلاث عربيات بصابع واشد عربيات وانا قاعد واقعد قدام الحيطه كده والعربيات تصطدم بيها واحاول اوقفها. احنا معانا فيديوهات للكابتن محمود شهاب ابن المنوفيه، هنشوف دلوقتي فيديو وهو بيشد عربيات. دوت كان فين دوت يا محمود؟ ده حضرتك كنت جنب الجيم عندنا وعملت فيديو كوميدي زي كوميدي كده وشديت العربيه برجلي. ده حضرتك الفيديو اللي شغال ده كنا في عندنا في الشارع الجديد في مركز الباجور. ده شديت ثلاث عربيات، شديت عربيتين بصابع والثالثه كنت بزقها بكتفي كده وانا ماشي، شديت ثلاث عربيات في الشارع الجديد. طب ويا العربيات اللي انت شديتها كانت فئاتها ايه؟ اعلى عربيات في الاوزان وفي الحجم؟ عربيه حضرتك ام جي 6 دي بتاع واحد زميلي، دي وزنها تقريبا طن ونص فازيد، يعني انت فاهماني، والانترا طبعا بتاع واحد زميلي برضو، وفي ديت 131 فيات. كلها عربيات حضرتك تقيله، ما فيش عربيات فيها خفيفه، والحمد لله شاددهم بصابع واحد وبايد واحده زي ما انت حضرتك شايفه كده. طب وبالنسبه بقى للجيم، الجيم فيه اوزان كتيره. أيوة. احنا شايفين ان انت بتشيل اوزان تقيله قوي. ايوه حضرتك فعلا. اكبر وزن شلته ايه حضرتك؟ ما في عده تمارين، يعني في تمارين بكل حاجه. يعني في حضرتك اول ما تخش الجيم في اجهزه، جميع الاجهزه انا خلصتها قفلتها وحطيت عليها اوزان. ايوه. في دنابل بقى عندنا، في اعلى دنبل مثلا عندنا 70 كيلو، انا عامل فيديو حضرتك ليها فيديو ب 70 كيلو، رابط فيه دنبل 60 كيلو، عامل دنبل 130 كيلو. ايوه فاهماني؟ وعامل فيديوهات للباي مثلا، فيديوهات بنج بدمبل 70 كده. ففي تمارين كتيره، في مثلا ديد ليفت وسكوات حر وبنج بريس. ديد ليفت مثلا عامل مثلا فيديو ب 260 كيلو، وايه وما بتمرنش عليها كتير، انا همي كله على العربيات اكتر حاجه. واللي في هنا موتوسيكلات شايلها برضه هي؟ اه. وعربيات بيشيلها في الشارع؟
عربيات بشيلها في الشارع، كل الحاجات دي بعملها في قلب الشارع، وتبقى الناس طبعا واقفه بتتفرج وبتاع وبتشجع وكده، دي حاجه بتعجبني، دي حاجه بتفرحني اللي انا اكمل. طب وانت نفسك في ايه بعد كده؟ ايه تحقيق احلامك بعد كده؟ اللي انت والله مثلا والله حضرتك انا نفسي حد من المسؤولين يكتشفني، زي مثلا وزير الشباب والرياضه يكتشفني يعني، او يكرمني او حاجه، اللي انا يديني يعني ثقه في نفسي، او يديني حاجه اللي انا اكمل لقدام، اللي انا اطور من نفسي اكتر. انا لسه عندي حاجات كتير قوي ما أيوة. عملتهاش، ادخل بطولات محليه، اتسجل في نوادي عندنا، اتكرم، بس حاجه اللي هو ايه، تديني حافز ان انا اكمل وان انا اطور من نفسي. بس طب وبالنسبة للجيم برضه مكمل فيه وانت؟ مكمل فيه طبعا حضرتك، انا دخلت في بطوله في سنه اولى كلها فريق جامعات، وحققنا مركز ثالث على المحافظه، بس ده كنت في سنه اولى، كنت لسه ما وصلتش للمستوى اللي انا فيه ده. باذن الله في بطوله بعد العيد انا هخشها ان شاء الله. ان شاء الله. طب عايزين نسأل بس كده سؤال كده، لو في حد جالك في الجيم وقال لك عايز يربي عضلات للبطن، للبطن فقط، تمام، ايه اللي انت ممكن تقوله له او تعرفه انا حضرتك طبعا بالعضلات اللي في البطن دي؟ بتستخدم تبع الجيم ولا تبع مثلا أنظمة رجيم، حاجات زي كده هو يعني؟ حضرتك طبعا اول حاجة في المتحكم في الكلام ده كله النظام الغذائي، ده اول عنصر متحكم في الموضوع ده، ثم بعد كده المتحكم في الموضوع ده التمرين طبعا، ولازم يعني يكون اهم حاجة الاول بينام الرجيم نوم صحي من 6 ل 8 ساعات. من 6 ل 8 ساعات. تفهمني؟ المتحكم طبعا في الموضوع ده كله رجيم، هو اول عنصر متحكم في الموضوع ده، ولما حد يجي بيقول لك في ال زائد طبعا التمارين اللي انا هقوم بيه معاها في الجيم، اللي انا همرنها له في الجيم، شغل الكارديو والفيتنس والكلام ده. طب لما بيكون بقى حد عندك في الجيم جاله اصابة، شد عضل، تمزق، اي حاجه، في بيبقى في الجيم برضو اسعافات اوليه انت طبعا في واخدها وحاجات؟ اسعافات اوليه في الجيم، زائد اللي انا واخد دورات تدريبيه في الموضوع ده، فاللي انا بقدر اللي انا اعالجه باذن الله في الموضوع اللي بيحصل له، سواء ايا كان شد عضلي بقى، التهابات، تمزق، اي حاجه من ديت قادر اللي انا بفضل الله اعالجه فيها. يعني فيها اسعافات اوليه ساعتها، وفي طبعا بقى مسكنات، وفي حاجات تانية كتير كده على حسب العرض اللي جاله. ايوه. بس دوت انت كنت بتعمل ايه في الفيديو ده؟ ده حضرتك كنت بشد العربيه كده برجلي، وحتى نزلت فيديو زي فيديو كوميدي كده، قلت لما تكون ماشي والعربيه تشبط في رجلك زي العيال الصغيره، فلازم هتعمل لازم تاخدها معاك وانت ماشي، فشدتها برجلي، وشديت عربيات باسناني، وشديت بايديا وانا قاعد، وشديت ثلاث عربيات بايد، اي ثلاث عربيات اهو. دلوقتي فين؟ دول عندنا في حضرتك في الشارع؟ الشارع الجديد. ده دول شارع ثلاث عمومي، عربيات شارع مرة عمومي، واحدة يعني، ثلاثة. ثلاث عربيات. كلمنا على الفيديوهات بتاعتك ديت يا محمود كده، يعني شوف الفيديو وكلمنا عليه، قول كان ساعتها انت كنت حاسس بايه وانت بتشد العربيات هو والناس حضرتك كلها كان بتتفرج ساعتها عليه؟ كنا قاعدين مع زمايلنا برضو كده في الشارع العمومي ده، مع واحد زميلنا هناك، فالعربيتين كانوا واقفين، فانا قلت لهم انا دايما ببقى ماشي بالشنطه بتاعتي بتاع الجيم، بيبقى فيها دايما حبل، بيبقى فيها حاجات كتير كده اللي انا ممكن اعمل فيديو في اي وقت، ايوه، اول ما التفكير بيجي لي على طول. فلقيت العربيتين واقفين، فقلت لهم انا هعمل فيديو كده، فقالوا لي ماشي. فانا بعمل فيديو، الناس اتلمت حواليا وكده، وقعدوا يتفرجوا كده ويشجعوا، ده بيديني ثقه اللي انا اقدر اكمل، واللي انا يعني اللي انا اقدر اشد عربات اكتر. بس في فيديوهات تانية؟ في طبعا في فيديوهات شيل عربيات، وفي حاجات كتير، في بأني فيديو انت واقف فيه جنب الحيطة والعربية والعربية بتحاول ماشية. تصطدم بيا وانا بوقفها، وده حضرتك ده كنت ده كنت بشيل العربية، كان أثناء تصوير جريدة الوطن معايا، كنت بشيل العربية والموتوسيكلات. في بقى فيديوهات شيل العربيات كمان هتلاقيها تظهر دلوقتي. بص ورياض اقفل بقك شطار، انا غبي هديك رجل سبرطان، مفيش سوري عندنا بدأ العركة، انتوا بتوع كلام وانا بتاع كم. اللي قالوا مش هيوصل من زمان، دلوقتي قفلوا كل البيبان، موجوع علي مليان بالحيتان، صعب انك تعديني، لامبورجيني وانت يا ابني ما كان نصيبني، بعده اللي قادر يوديني، بعده اللي معليني يا ولا ولا.
الملك نادي الملوك من فيكم مشترك اثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغك شغاله بزمالك رايح اللي فين ده الملك نادي الملوك من فيكم مشترك اثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغك شغاله بزمالك انا ملك الغابة شايفك قطة احلى لما يقلب قطة بس في نريجي مدبي بس هو وماشي عدسة فيسمع الكلام ده ده جملة رسمة تسوق ليه يا جماعة كده عصب دلوقتي الحالة طلبت وبقى ان شاء الله. يعني انت نفسك بعد كده ايه اللي تحققه تشيل اوزان اكتر من كده؟ والله حضرتك ايوه انا بفضل الله لسه عندي حاجات كتير لسه مش كل حاجه اللي ظهرت ديت لسه في طبعا مستوى باذن الله متقدم ونفسي زي ما قلت لحضرتك ان انا مثلا وزير الشباب والرياضه يكتشفني حد من المسؤولين الكبار يكتشفني يقف جنبي يعني يسندني كده يسند ابن بلده اللي هو يساعده اللي هو يطور من نفسه ويشرف اسم مصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كان معنا النهارده الكابتن محمود شهاب ابن المنوفيه مركز الباجور. اتكلمنا عن شد العربيات ومزيد من التفوق ان شاء الله وحلقات كثيره ان شاء الله تكون موجود معانا. ربنا يخليك. وان شاء الله نشوفك في حلقه جديده جايه ان شاء الله. شرف لي. نطلع فاصل ونعود نعيد تاني ان شاء الله. ورجعنا بعد الفاصل في فقرة جديدة وهيكون معايا إن شاء الله الإعلامية الجميلة بشرى عميرة والأستاذ أحمد السويسي الشاعر الكبير. وعايزين نرحب الأول ببشرى. أهلا وسهلا يا بشرى. أهلا بك يا حبيبتي. الإعلامية الكبيرة بشرى منورانا النهاردة برنامج سي في. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. قدم صح. إحنا في البداية عايزين نسألك يا أستاذ أحمد أنت ابتديت مشوارك من كم سنة تقريبا؟ تقريبا من 3 سنين. من 3 سنين. يعني ايه الفكرة اللي جيت في يعني مثلا القاء الشعر ايه الفكرة اللي جيت لك اولا وايه الموضوع اللي تم في دماغك بنسبة كبيرة انك تدخل في المجال ده؟ طيب انا اولا اول ما بدأت المجال ده كان عن طريق حد انا لحد الان بشكره ده المخرج محمد عيطة من المنصورة. الشعر عندي ما كانش موهبة وما زال مش موهبة هو اتقان في عملي ممارسة الحمد لله في عملي وقبل الشعر كنت انا اشتغلت دراسة جدية ممارسة مش دراسة عند حد انتاج سينمائي تصوير ادارة السوشيال ميديا ادارة حفلات وخدت الشعر ده من المخرج محمد عيطة دراسة منه. والله برافو والله. بس احنا عايزين نسألك سؤال ايه سر القناع اللي انت لابسه؟ انا اول ما اشتغلت على السوشيال ميديا خدت حوالي 6 شهور من غير قناع تمام فلقيت الموضوع بالنسبه للناس عادي النهارده في شاعر واثنين وثلاثه واربعه ومليون فعادي بالنسبه للناس فحبيت اعمل فكره جديده للناس. انا واثق من نفسي ان انا عندي صوت قوي واداء قوي بس لازم اخلي حاجه ثالثه معايا تشد انتباه الناس لحد الان. يعني انت قصدك ان السر القناع عشان يلفت انتباه المشاهدين للقناه بتاعتك؟ بالظبط. لحد النهارده انا بيجي لي السؤال ده في الساعه مليون مره انت لابس القناه ليه؟ طب عايزين نشوف وشك بيتكرر كتير في التعليقات وفي الخاص عندي. ايوه.
استاذ احمد، احنا عارفين لكل يعني حد ناجح تمام، مش يعني في ركن احباط تمام، وفي ركن بيعلي من الشخصيه تمام. عايزين نعرف ركن الاحباط اللي كان عند حضرتك طول فتره الثلاث سنين دي، وعايزين نعرف مين اللي كان بيساعدك وبيقول لك برافو بمعنى اصح. طيب هو اولا ما حدش ساعدني حتى في المكان اللي انا فيه غير اهلي، اهلي بس اللي ساعدوني لحد الان، بيشجعوني حتى بالكلام تمام. وكان اكتر وقت بيجي فيه ابقى محبط فعلا من الشغل اللي انا بعمله ده، لما انا اتعب في شيء او اعمل فيديو ومنتج في الفيديو واعمل صوت الاداء اللي انا بطلعه ساعه واثنين وثلاثه وعشره وارفع الفيديو ما يجيبش، مش ما يجيبش ان الناس مش عاجباها الفيديو، لان المنصات ما كانتش بتظهر للناس الفيديو، حد لسه مبتدئ، حد لسه جديد بس. لكن انا اكتر حد واقف جنبي فعلا كان اهلي والاعلاميه بشرى عمير. طب عايزين بقى نسمع حاجه كده للشاعر احمد السويسي، حاجه كده للبرنامج كده. عينيا طبعا. طب حاجه معينه ولا طب حاجه تكون كويسه يعني حضرتك تكون حضرها لنا النهارده. ممكن تسمعنا اخر اعمالك؟ مفيش مشكله تمام. ولا بجلبيتين فوق بعض، الصعيدي عمره ما كان بالرقبه العوده، الصعيدي ما بيفتريش على حد، اوعى تصدق الافلام او اوعى تصدق النت، الصعيدي رجوله واحترام، مش بتاعتك شو ولا بتاع كده، الصعيدي تتعلم منه الناس الاصول، لكن ما يخوفش الخلق، الصعيدي سند للغريب لو اللي منه ما كانش على حق، اهل الصعيد ناس طيبين، وقت الشدة الصغير قبل الكبير تلاقيهم كلهم معاك واقفين، اللي وصلوا لك رسالة غلط عن الصعيد ناس كلهم كذابين، أهل الصعيد ناس طيبين. لا برافو، حلو جدا. طيب استاذ احمد بعد اذنك يا نانا، انت اسمك احمد السويسي، ترى انت من السويس؟ لا انا مش من السويس خالص، ولكن شهره السويسي دي عليا من حوالي 12 سنه. يعني ده اسم شهره؟ شهره بس مش اكتر، ولكن انا لا انتسب في عيلتي للسويسي ولا بلد السويسي، انا مقيم في البحيره. طيب حضرتك صعيدي؟ لا بس انا بحب اهل الصعيد جدا 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 يعني، ومنتمي ليهم في كل شغلي. الصعيد طبعا كلهم على راسنا طبعا. اكيد اكيد طبعا. تسلمي يا نانا عشان انا اسعد. اهلا وسهلا. حضرتك في فيديوهات مثلا نزلتها عملت لحضرتك احباط، خالتك اللي انت تقول اللي انت ترجع تاني، او التعليقات المشاهدين هم اللي مثلا احبطوك، ولا ما فيش حاجه من كده حصلت خالص؟ لا انا من ساعه ما دخلت عندي مبدا، كنت مهما احبط انا بالعكس انا بتقوى لقدام مش برجع لورا. الاحباط ده بيكون ان انا اشتغل اكتر، ان انا لو جيت في يوم من الايام شفت نفسي ان انا وصلت لحاجه مش هتحرك خطوه تاني لقدام، لو شايف نفسي لسه زي ما انا اكيد هيبقى احسن من اللي انا فيه دلوقتي اكيد. فانا جالي احباط كتير في فيديوهات وفي تعليقات وفي خاص، وناس هجمتني في نفس مجالي، حطيتش ده كله في دماغي. طيب استاذ احمد، ايه اكبر مشكله قابلتك على السوشيال ميديا؟ اكبر مشكله كان حد، هو كان صديق، الحد ده شاعر، المفروض ان هو شاعر حد محترم طبعا وعلى دماغي، هاجمني كتير، هاجمني لان طبعا احنا عندنا كمصريين بنقول الحد الناجح ده دايما ليه اعداء، او الحد الكويس ده عايزين يبقى فاشل عشان ليه ضريبه يا استاذ احمد، دي ضريبه لازم تدفعها. بالظبط ده حصل معايا لحد الان بيحصل معايا، بس الحمد لله انا ما ببصش لعدو ده هو بيقول ايه او هو عايز مني، ببص للناس اللي متابعاني، جمهوري حبيبني، يبقى انا شايف نفسي كويس. يعني لو كان كل مهاجمينك لو في واحد بس هيخليك تكمل، لو في 10 لو في 20، اصلا النهارده متابعيني فوق ال 2 مليون متابع، مش هبص لواحد ولا اثنين ولا 10 ولا 20، لازم ابص لبقيه جمهوري. انا زي ما كان عندي فيديوهات محبطه وجابتني لتحت، عندي فيديوهات النهارده واخده ترندات ومسمعه. استاذ احمد، طب انت ايه نظرتك لجمهورك؟ الجمهور طبعا انا عارف في يوم من الايام اللي انا فيه دلوقتي طبعا، وصول للحاجات اللي انا وصلت لها دلوقتي بيه، هو بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد جمهوري، انا بيه حاجه ومن غيره طبعا ولا حاجه. تحب توصل لجمهورك رساله تقول لهم ايه؟ انا بشكر كل اخ واختي متابعني على اي منصه تمام،
كواي، تيك توك، اليوتيوب طبعا لسه ما دخلتوش ان شاء الله عن قريب باذن الله، فيسبوك، وان شاء الله هحاول اقدم للناس اللي هي عايزاه، ناس تطلب مني حاجات معينه. طبعا احنا في الواقع بتاعنا كل الناس او كل حد عنده ضغوط في حياته بيشتكي من حاجه معينه، عن خيانه زوجيه، عن خيانه صاحب، عن خيانه حبيبه. فانا كل شغلي مش مجرد شعر، بحاول احكي للناس الناس عايشاه. طيب عايزين كده نقولك على حاجه كده تعملها لنا في الحلقه النهارده. عينيا طبعا. طبعا بتقولي انت لابس القناع ده بقالك فتره طويله. تمام. مش عايز تبينه لحد عشان خاطر يلفت الانتباه. بالظبط. فاحنا عايزينك النهارده تشيله لنا في البرنامج بتاعنا سي في، يبقى حاجه كويسه للبرنامج بتاعنا احنا. والله هو يبقى برنامج حصري وطلب غالي عليا طبعا، بس ان شاء الله عن قريب لسه اللي انا عايزه اوصل له بالقناع ما وصلتلهوش. لما اوصل للخطوه اللي انا عايزها بالقناع اكيد طبعا انا مش هفضل طول حياتي لابس القناع، اكيد هيجي يوم اشيل القناع. فده مبدا لسه اللي انا عايزه ما وصلتلهوش. استاذ احمد، طيب يعني انا متابعه طبعا حضرتك، وكان في تعليق شفته شد انتباهي فعايز اسالك عليه. اتفضلي. كان في حد دخل علق لك على تيك توك تقريبا، قال لك انت حاجه من الاثنين، يا هربان من حاجه بالقناع. حصل. يا مشوه. حصل. فاحنا عايزين نعرف انت ايهما يعني. لا، هي في معظم الناس عندي عارفه شكلي اللي هي قريبه مني. مش بس على الميديا ما فيش حد عارف. لا، في ناس على الميديا عارفه. انا اول ما طلعت من غير القناع. ايوه. يعني بس هنقول مثلا بنسبه 30% يعرفوا شكلي في اول مشوارك يعني، بمعنى اصح. بمعنى اصح. لكن الحمد لله انا لا مشوف ولا اي حاجه، الحمد لله زي الفل. طب ما احنا بنقول لك بقى اقلع قناع عشان خاطر كده، يبقى تبينه للناس. لا لا، هو بصي، لحد الان احمد السويسي في نبره صوته، انا يعني اللي بيشكر في نفسه ده اكيد زي ما بيقولوا كده، بس بلاش اقول الكلمه. انا واثق في نفسي ان انا حد عنده اداء قوي وعنده صوت قوي، نبره الصوت الحمد لله بفتخر بنفسي بيها. بس حضرتك تخيلي لما يكون الاداء ونبره الصوت وفي حاجه ملفته للناس، الثلاث حاجات مع بعض لو اندمجوا مع بعض بيعملوا كواليتي كويس جدا. تمام. فانا لما اوصل للعدد اللي انا عايزه كمتابعين ابدا اظهر نفسي، ومش على السوشيال ميديا، هظهر نفسي في حلقه مع حضرتك ان شاء الله على التلفزيون زي كده، مفيش مشكله، بس اوصل للهدف اللي انا عايزه الاول. طيب عايزينك بقى ان شاء الله دلوقتي تعمل لنا، تقول لنا حاجه تانية من الاشعار. حاجه بس هتكون حزينه شويه. نهاد عجبها. انا عجبني طبعا جدا والله، بحب الشعر اصلا. ماشي، مفيش مشكله. يا ترى العيب فينا ولا فيكم ولا في مين؟ انا اللي بقيت جاهل ولا انتوا اللي مش فاهمين؟ يا ترى انا اللي غلطان عشان بثق فيكم وبديكم الامان؟ اتغير الزمان والناس اتغيرت، ما بقاش في امان والرحمة اتبخرت، والحب في قلوبنا اتظلم، واللحن ضاع منه النغم. واتغير الزمان والناس اتغيرت، عايشين اغراب في دنيا ملهاش يا قلبي صاحب، وبتغدر بيك في ثانية وبتاخدك من الحبايب. لا بنحس الامان ولا بندوق الحنان، ماشيين والخطوة تايهة في زمان مغلوب وغالب، رايحين والدنيا جاية وبنسأل على عجايب. محدش عاش حياته سعيد، محدش مات عشان مهموم، محدش دايما طبعه صريح، محدش غامض مش مفهوم، محدش طيب للناس، محدش شال جراح بالكوم، محدش دايما حر في قراره، محدش على افعاله محكوم. ايوه انا الغلطان عشان بسأل عليكم وبديكم اهتمام، ردوا علي عايز اسمع منكم كلام. انا اللي غلطان عشان في تعبكم بقف جنبيكم، ولا عشان دويت الجراح اللي فيكم. انا اللي غلطان عشان بداوي اوجعكم، غلطان عشان ما بحبش اشوف دموعكم، غلطان عشان بحس بيكم. طب فهموني لو الاحساس مات فيكم، هو في الزمن ده عشان ابقى مبسوط لازم ابقى كذاب؟ ابقى في ظهرك بدمرك وفي وشك اقول اننا احباب؟
قول لي هو الكذب دلوقتي بقى شيء عادي؟ خلاص الكره ملأ قلوبكم للدرجة دي؟ بقى كل واحد بيبيع اللي حواليه عشان المكسب؟ بقى كل واحد همه هو بس اللي يكسب؟ بس خليكم فاهمين ان الحياة دي عبارة عن اختيار، يا اما تنجح فيها وتعيش في الجنة، يا اما تسقط وتعيش في النار. في حاجة عايز اقول لكم عليها يا بني ادمين، اننا في الدنيا دي مش مخلدين، ومصيرنا يوم هنتحاسب على كل شيء عملناه. واعرف انك هتتحاسب على كل اللي عملته في الحياة. يا ريت تركز وتفهم الكلام، يوم الحساب هتتحاسب على كل شخص تسببت له في الألم. عايز اقول لكم ان الحيوان ما بينساش اللي بيقف جنبه لو دقيقة، اما انت يا انسان اللي بيقف جنبك بتدوسه، هي دي الحقيقة. اما انت يا انسان اللي بيقف جنبك بتدوسه، هي دي الحقيقة. بجد بجد برافو 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 بجد. ده كلماتك صح؟ كلماتي اه. لا برافو حلو جدا. تسلميلي تسلميلي. هو برافو استاذ احمد، طبعا انا من اول مشجعينك، طبعا معظم الجمهور عارف الكلام ده. يعني كل حاجات دي بتبقى كلماتك انت صح؟ ايوه كلماتي انا اللي بكتبها. وبعدين في حاجه عايز اوصلها لجمهوري برضو، انا مستعد اكتب في نص ساعه كتاب كامل كشعر. موضوع الكتابه ده عندي حاجه سهله جدا جدا فوق ما تخيل. انا كنت بعمل فيديوهات، حاليا بعمل فيديوهات لناس باساميها كشعر، لحد عايز يحكي قصه مثلا معينه، ممكن الفيديو تقريبا ياخد معايا نص ساعه من كتابه لتسجيل صوت لنهايه الفيديو نص ساعه. احنا سعداء النهارده بوجودك في وسطنا. الشرف ليا طبعا. بجد بجد كانت فقره حلوه جدا جدا. تسلمي لي. مع استاذ احمد السويسي والاعلاميه بشرى، وفاصل ونوصل ان شاء الله. ورجعنا لكم جديد بعد الفاصل، وفقرتنا دلوقتي مميزه. معانا ضيفين اتنين شغالين شغل حلو قوي وعالي جدا، الناس كلها بيتكلموا عليهم. معانا محمد ابو عميره، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. وحسام ابو خلاف، اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورنا. نورك الله. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا الله. اهلا بيك يا حسام، نورته. نورك الله. محمد، يعني في البدايه كده حابه اسال، انتوا ابتديتوا مشواركم ازاي؟ يعني ايه الفكره اللي جت في دماغك ان انت تبتدي تسجل، تعمل مقاطع بسيطه وقصيره على السوشيال ميديا بتحكي الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ يعني الفكره جت منين؟ والله احنا كنا قاعدين زي كده وجت لنا فكره، قلنا نبدا تصوير، فبدانا فيديو في فيديو، والله الحمد لله ربنا كرمنا برضو، فمعايا اخويا حسام برضو، كنا شباب مع بعضنا، فبدانا حبه بحبه والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا، وها برضو زي ما انتم شايفين الحمد لله. حسام، كنت شفت لك على صفحتك ان انت برضو بتعمل فيديوهات بلبس تاني غير لبس الصعيد خالص. تمام، انا كانت معايا صفحه الاول، كنت بنقدم محتوى صعيد والكلام ده، فاتحذفت، فانا نفسي اتسدت من الصفحه دي، فانا بقيت نعمل فيديوهات كوميديه والدنيا دي، فالصفحه يعني نجحت معايا وفي محبه من الناس، فانا كملت دراما يعني، والحمد لله في مشاهده في الدراما. يعني المشاهده بتاعتكم دلوقتي بقت كويسه؟ الحمد لله في مشاهده عاليه وفي محبه من الناس وقبول. بالنسبه للي انتم منكم لهجتكم لهجه صعيدي، في مثلا حد بيتناقضكم في الفيديوهات بتاعتكم؟ لا خالص. مفيش تعليقات سلبيه؟ مفيش تعليقات سلبيه. 1% ممكن. 1%. يعني كل عاجبه الصراحه، يعني الفيديوهات بتاعتكم جميله جدا الصراحه. يعني محمد، بالنسبه لك كصعيدي تمام، يعني الفكرة ما كانتش صعبة عليك انك مثلا تمثل وتعمل فيديوهات قصيرة، افلام قصيرة، الكلام ده؟ والله ما صعبة ولا حاجة، ان احنا برضو صعايدة تمام، فالحمد لله برضو يعني فكملنا احنا برضو انا وحسام،
وبدأنا في المجال مع بعضنا، والحمد لله ربنا كرمنا ووصلنا المستوى اللي احنا عايزينه، وبدعم اخواتنا ان شاء الله بدعوة الوالدين هنعدوا اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. وانت احسن من القدوه بتاعك اللي خلاك مشيت كده. انا نشكر طبعا امي وابويا هم اللي شجعوني، ونشكر خالي كريم وخالي الدكتور احمد برضه هم اللي شجعوني، وكل اصدقائي وحبايبي واصحابي هم برضه شجعوني. يعني كل بيشجعك اصلا، كل اللي حواليك بيشجعوك. مش سلبي يا حسام، عندك نهائي؟ الحمد لله انا كل بيشجعني الحمد لله. الحمد لله. وانت بالنسبه لك يا محمد يعني مين قال لك بلاش ما تكملش؟ والله ما فيش حد قال لي ما تكملش. انا اخويا يوسف اول ما بدات في اول فيديو عجبه فقال لي كمل واللي انت عايز انا معاك، اللي تطلب انا معاك. قلت له تماما كمل والحمد لله. وابويا برضو عجبات الفيديوهات بتاعتي فقال لي كمل واللي انت عايزه برضو احنا مكملين معاك. طب بالنسبه لكم يا صعيده الموضوع انتوا واخدينه يعني محبه وحب استطلاع ولا داخلين الموضوع بالنسبه في ناس برضو داخله السوشيال ميديا عشان المبالغ والماديه والكلام ده، وفي ناس داخله حب شهره، وفي ناس داخله واخداها يعني ايه عادي هوايه، انتوا من اي نوع؟ احنا بنحب الشهره طبعا ونحب التمثيل، يعني احنا الحمد لله بنحب التمثيل خالص وقادرين نكمله للاخر برضه. انتوا بتعرفوا اصلا دروم؟ احنا والله انتوا الاثنين بتعملوا مع بعضكم، وكل واحد بعض منكم له صفحه من اول ما بدانا فيديوهاتنا على طول مع بعضنا، ما بنسيبش بعضينا في اي طلعه في اي مكان مع بعض. انا يعني انتوا الاثنين مع بعض على طول صفحه واحده ولا كل واحد منهم في صفحه؟ والله احنا احتمال صفحتين يعني. تمام، بس احنا برضه صفحه واحده مستمرين عليها مع بعضنا، ادينا في ايد بعضينا. طب ممكن نشوف لهم حاجه يا نهاد؟ ممكن؟ في الاستديو حاجه جاهزه ولا لسه؟ طيب ايه الفيديو اللي انتم مثلا نزلتوه وحبيتوا ان انتم تعملوه تاني؟ مشهد من مسلسل رفيع بيه العزايزي. طب ما ينفعش تقولوه انتوا الاثنين قصاد بعض؟ هنقوله. حاضر ماشي. هتتجوزها حتى انا لو قلت لا؟ ايوه هو ده اللي هيحصل. طب وريني هيحصل كيف؟ انا مش صغير يا محمد. لا صغير يا انا وعدت الناس. وعدت الناس من غير ما تشاورني؟ ايوه هو ده قراري، سواء انت رضيت او ما رضيتش. اخرس. برافو. هو طبعا نهاد مع التمثيل عشان انا اتفرجت عليه في التمثيل حاجه تانية غير الصوت. طيب طبعا دي اللي هي طبعا اللي هي الاكشنات، في بقى دراما او في اي حاجه في يعني حاجات من اللي هي الهاديه، ولا هي كلها المحتوى بتاعكم كله كده اللي هي زي هو كله تمثيل هو كله دراما مش طب صحيح. محمد اي مشهد انت عملته انت وحسام اثر فيكم؟ يعني اي مشهد انت عملته بعد ما عملته حبيته؟ والله هو اكتر مشهد اللي انا حبيته هو المشهد هو ده. طب هو اي مشهد بقى انت عملته ما حبيتهوش بعد ما عملته؟ لا احنا عملنا مشاهد كتير تمام، والحمد لله ما فيش مشهد طلع مننا وحش، كل ما ننزلوا اي مشهد ننزلوه والله هيعدي برضه، واخواتنا كلها معانا برضه ما فيش حد هيسيبنا باذن الله يا محمد باذن الله. طب بالنسبه للدراسه؟ الدراسه والله احنا برضه يعني جنب المشاهد او انتوا في دراسه يعني تدرسوا يعني؟ انا في ثانيه ثانوي صنايع، محمد في ثانيه ثانوي زراعه، انا في ثالثه ثانوي زراعه. ثالثه اخر سنه اللي دي. تمام. طبعا انتوا صحبه في البيت وكده؟ احنا صحبه. ماما بقى لازم فيديوهات والكلام ده لازم تبقوا قريب من بعض. احنا من بعضينا من احنا صغيرين برضه، انا اخويا حسام برضه. تمام. طب محمد انت وحسام تقاليد الصعيد تختلف عن تقاليد بحري كتير؟ كتير خالص. طبعا كتير، فرق من السماء للارض. طب في مثلا جميل. حاجه ممكن تعملها لنا بحري؟ انتوا دلوقتي عملتوا صعيدي صح؟ ايوه. حاجه ثانيه بحري بصوت ثاني؟ بحري بصراحه انا ما يعني صعيدي احنا ما جربناش بحري. صعب يا نهاد صعب. يعني انتوا اصلا اللهجه بتاعتكم اصلا على السوشيال اللي هي الصعيدي بس. لا 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 هو صعب عليهم صعب. طيب يعني انتوا شايفين يعني الجمهور بتاعكم اللي بيتابعكم واللي بيقول لكم برافو بمعنى اصح، النسبه الاكثر صعيد ام بحري؟ والله احنا نجيبها من بني سويف لغايه اسوان والاقصر والاماكن دي يعني كلها يعني صعيد كل ده الدعم معانا. تمام. يعني الصعايده اللي بتدعمهم اكتر. وفي ناس برضه من بحري، في ناس بتنسى من بحري برضه كتير يعني مش اللي هو. ايوه لا بتكلم عن يعني مثلا بص يعني مثلا انا كبشرى تمام في ناس متابعاني يعني مثلا انا 50% صعيد و50% بحري او 75% في المكان اللي هي فيه. ايوه هو ده يعني 75 كده 75 يعني كده نسبه فاهمني. المشكله ان احنا ما جربناش قبل كده حي عن بحر كل الصعيد اللي شغالين. طيب في معانا فيديو جاهز لكم عايزين نتفرج عليه. فرجونا كده على فيديو. هلف معاكم بلد بيت اما كل بلد يطلع مني جيش تلتفي وتلتهي معاي. اسمع حسام انا عايزك تعمل عمليه الغدار ولا السيف ولا المدفع
عمرك يا شيخ العرب عاوزك تلف العالم تحكي على حرب الكرامة، حرب الأصيل مع الخسيس، حرب الشرف مع عادل الجود. عاوزك تعرف الصعيد كله، أنا محمد أبو عميرة كان غرض الحظ لا أكثر ولا أقل. لحد ما تشوف مين هياخد حقه والزمن هيعاكس مين. فاهم يا حسام؟ هتتجوزها حتى لو أنا قلت لا. أيوه هو ده اللي هيحصل. أبريني هيحصل فيها. أنا صغير يا فهم. لا صغير. أنا وعدت الناس. وعدت الناس. بغير ما تصورني. سواك دي تعمردتش. لا بجد حلو جدا. برافو برافو عليكم. بس انتوا على طول الاكشن باين عندكم في الكلام في الفيديوهات بتاعتكم كلها. انتوا بتحبوا الاكشنات اصلا اللي هي الصعيد دي اصلا. الصعيد 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 وناسه. الصعيد وناسه. طيب سؤال اخير، لو جتك الفرصه يا حسام، يعني حد اكتشفك تمام بعد حلقتنا دي، وجتك الفرصه انك تسافر وتعمل مثلا تدخل في فيلم او في مسلسل او في حاجه من الحاجات دي، انا احب المحتوى ده خالص وانا اكمل للاخر ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل للي انا عايزه. اصلا حابين التمثيل لو جات لكم فرصه ان شاء الله تقريبا. وانت محمد احنا كملين برضو للنهايه لغايه الاخر محمد. احنا طول ما مع بعضنا ان شاء الله خير باذن الله. باذن الله. الله ربنا يكرمكم آمين ربنا باذن الله. تحب تسالي سؤال ثاني عن الصعيد؟ لا انا حابه اسال السعيد كلهم على من فوق، وصراحه محتواكم فعلا حلو جدا، واحنا كنا سعداء النهارده بوجودكم معانا في برنامج سي في. الله تسلم. الله يبارك لك. او نورتونا 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 سعيده بصراحه، والحلقه كانت كويسه جدا بيكم ونورتونا، وان شاء الله مش هيبقى هو اول لقاء لنا مع بعض، وان شاء الله مش هيبقى اخر لقاء. قبل ما ننهي الحلقه، ايه طموحاتكم بعد كده؟ طموحك ايه يا حسام انت الاول؟ طموحنا انا مثلا ابقى ممثل كبير ان شاء الله. ممثل بعد الدراسه ولا قبل الدراسه؟ ولا مع الدراسه؟ مع الدراسه. مع الدراسه برضه. وانت؟ وانت محمد؟ احنا برضه نفس النظام، احنا الاثنين برضه مكملين للنهايه. محمد سؤال اخير. اتفضل يا استاذ. عائله ابو عميره. تمام. ما رفضتش الموضوع اللي انت بتتكلم فيه؟ لا طبعا. خالص؟ خالص. وكل عيال عمي برضه داعميني ومكملين معايا. طبعا ربنا يكرمك يا رب. محمد كنا سعداء النهارده بوجودكم معانا ونورتونا ونورتونا. الله يبارك لك. واعزائي المشاهدين، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في برنامجنا سي في مع الاعلاميه نهاد رشاد وبشرى عميره.